طبعاً رايحين الدالاس ومثل دائماً متأخرين. اجى التاكسي وبعدنا ما محضرين كشي، يعني تخيلوا ملابس ما اكتب الغسالة بعدهن مبللات، بس راح اخذ اللي احتاجهن. يعني التاكسي منتظر وقاعد تصوير. شنو هالكان حياتنا كلها متأخرين، هذه حياتي باربي كان. يا اخي السفر كلش حلو، احلى شيء لما تروح المطار متاخر ما عندك وقت، يعني هسه يا دوب راح نلحق. اكثر شيء مزعج بالسفر يا شنو، ماكو واحد بالمطار يزعح، يعني 2024 بعد مين يزعوك يا حبيبي. وخافوا لان فد يوم قبل تقريبا 32 سنه خلصنا من التفتيش، هسه ورانا مشي كلش هواي. انا لعبتي المفضله هيجي، وشنو تجيني من واحد احسن دا امشي هيجي، ومن وحدها تجيني. صار ايش قد نمشي، وبعد بقد اللي مشينا مره ونص، كل شيء بعيدة. وصلنا هسه لازم ننتظرهم كلهم يطلعون، لان بعوين قاعدين بالاخير. وعلاوي محصور، وادي من محصور تيادة محصورين. يلا علاوي جو مو مال سويتر ابد. وصلنا واخيرا، سفره سعيده يا ولد. راح نرجع هسه نرجع. شنو الجو؟ اي علي سوى جا من امم افريقيا، كان يلعب ويا جنوب افريقيا، يعني دي تمرون على ملابسي. اوكي على تدري ويا من يلعب؟ طلع حشيش ويا السنغال. ماوي اشو ما تيسر، وش درفتات تسوي؟ واحد حلو. هاي بيك اب، بيك اب وهاي من عنعان. هذا مالك الايفون؟ ايه ايفون يا ابي. هاي غرفه علاوي بعد طيور. شو اسمهم علاوي؟ الاصفر اسمه تويتي ولد، والازرق هو ابنيه مسميها ميمي. ميمي بس شلون تكون حلوه؟ ها حلوه. طبعا اجينا الساعه 3 بالليل ميتين جوع، قلنا ايش ناكل؟ ما نفتح بس شنو هيز احمد نايم. علي ما اكل برو. طبعا حنصور لانه علي القعده كلها، وحناكل بس باوج كل قوي وعزيمته قويه، ما راح يدخل بيته، ما راح ياكل. مو راح يباوع علينا، هنشوف التحدي مع علاوي يصبر بس يباوع علينا. طردونا لانه عزلوا، فلازم ناكل. وين على البنيت؟ لا تقول لي حنين يا معود. شو تريد؟ شو تريد؟ قابل حبك شي بالوريد. بالوريد راح تكون بالسياره، لان من اشوف لك راح تدمر نفسين. يا ماشي برو، انتظرنا بالسياره. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، شو محمل عذابي انا والبيتزا واحبابي والعنابه. عنابه طماع نقص. هاي شنو هاي؟ اقف؟ قلنا وصل لي الطعم بالضبط على مود المشاهد يسلج. نقص كلينس لان راح ناكل تبن. مسع بالكراس. تمام. اي بابا دير بالك ايديك ايديك. الذوب بالحلق كلش. يلا يلا افتحوا حلقكم هالمتابعين. طيارة طيارة. إلى هنا سيداتي وأنساتي وسادتي. إلى هنا سيداتي وأنساتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نختم هذه الحلقة اليوم مع أحمد. لا تعشوا يا بابا مدولة، علاقتك لا تقويها بيه. صدقوني ورا الكاميرا يجيبوا راسي. رحنا بدلنا ومستعدين نروح ناكل اللي هو ريوق وغدا. والمطعم شو اسمه راح نروح له؟ اسم عراقي قديم. شو اسمه سلوان؟ اسمه قلقامش. قلقامش بعد جو البديع الجميل، شمس و
وصلنا مطعم قلقامش يابا، خلينا نجربه شلون الاكل طيب. لا قعدنا كنا واحد صف الاخامد اللعبه، بس المطعم كلش حلو طبعا تراثي اثري. بالمطعم العراقي وصل طبعا كباب وتمن كلش قليل مالك مخلي وشاورما. ألف عافية حبيبي. ألف عافية غوالي، منين جايتكم على راسي؟ قامي لما أكلنا علي سمن بسبوع أو شاف من سمن بين عليه مو ترى طلع البعض بين علي الكبر. بس وين جينا للبغدادي نحل يابه أحمد شنو كنافة؟ لوز ندست لا كنافة كنافة بعد ديكور مالته كلش حلو. هذا شارع الخلفاء، قاعدة بغدادية أصيلة. هاي شارع الخلفاء، تعال خلا وديك شارع الرشيد. أوه هي هاي قاعدة شارع السعدون، شارع النجفي، شارع الرشيد. وهذا رشيد وياكم. كنافة بعد جبن، بعد جبن مستحيل. شنو هاللقمة هاي؟ مستحيل طيبة. ذوق حلاوي بتشطل بتشطل. اكو واحد ياكل كنافة بالخاشوقة. اني منين جاي؟ من الحرية. شنو شبيه مال الحرية؟ ما بيمشي ذا شاق وياك. تحياتنا للحرية. طبعا هسه جينا جيم نروح نتمرن، راح اسوي فلوج خاص بهذا الجيم لانه هذا من احلى جيمات لاهل البادي بيلدرز دالاس. فاصوركم اياه فلوج ثاني ان شاء الله. من يتمرن بيه؟ احمد يتمرن بيه. صباح الخير. طبعا اليوم الثاني، اليوم راح اروح وين؟ الاستن، وراها الهيوستن. فجينا نتريق يم نفس المطعم قلقامش، وراها نتوكل. خليكم ويانا. وين راح اروح؟ راح اروح الاستن. علاوي احكي لنا شويه عن اوستن. اوستن تعد من اكبر الولايات. صعب في شح جغرافيا. لا والله اوستن يعني معروفه بالفسفس. اوستن يعني من ثاني واكبر ولايه. يا ولايه ثاني اكبر مدينه داخل تكساس. اسكت على اللاوي. طبعا المكان رايحين له اوستن مشهور بهواي شغلات، يسموها ذا لايف ميوزك كابيتال اوف ذا وورلد، مدينه الموسيقى الحيه بالعالم اللي يسموها. بعد اني اللي سويت اخر سيمفونيه التي ابكت 33 مليون مال احمد هاي. ومشهور بكل الشركات هناك، جوجل وتسلا وامازون واعظم شركه بالعالم. الشركات كلها كانت بسان فرانسيسكو، العملاق ادوبي ديل مال لابتوبات كلها حاليا باستن. وصلنا للفندق، راح ناخذ الغراض ونسوي تشيك ان. فندق بين بالصوره ببالكون على الداون تاون، يعني الفيو المفروض يموت، بس ان شاء الله يعطونا شغل. أستن يموتون على الأغاني والموسيقى، يعني هم مشهورين كلش كمدينة تكساس بالأغاني. باهاي يقول لك keep Austin weird، يعني خليها الأستن غريبة، بس هم قصدهم غير شيء. تعرفون شنو؟ تعال خلنا شوفهم. تعال welcome to my crib man. Hell nice. تعال طوب شوفهم. شنو؟ لوك شنو هالغرف الهيوط؟ مش شايف شرابي شنو هالغرف الهيوط؟ ماي عظماء. شنو؟ شنو ربع ايش مكتوب؟ دين ويلكم سلوان. او ماي جاد يعرفوني. ويلكم سلوان. او ماي جاد ويلكم سلوان. ويلكم تو ذا هود مان. شوفهم هاي، شنو هاي؟ شوفهم العظمة. شنو احنا باستن. تعال شوفهم بعض. هيك ايه ايه لا مو هيك. طب ولا هيك؟ ايه لا هم مو هيك. الزين هم مو هيك. مو هيك؟ نوصل هذا ميوزيوم اوف ويرد، يعني متحف الشغلات الغريبة العجيبة. مثل ما قال لكم سلمون، هذا المتحف كلش غريب، فراح نكتشفه هسه شنو هو راح يكون، شنو الغرابة البي بنعرف. خلينا نشوف شنو السالفة. مامي اوف وين يا اللي باستونه هيونا. مامي صدقية نو no واي. اي والله مامي صدقية. هاي مامي صدقية. مو ابغى نفق الراب. شوف شنو هذا المتحف الغريب. هذول هذول مشهورين كانوا يعني صدقين. شنو هذا؟ فيلم طلعوا. حقيقي؟ شنو؟ هم اللي قوها هاي ما يعرفون شنو. حقيقي هم الافلام جايبيها لهنا ما دافتهم. هسه هاي من صدق هي اللي مشهوره بانه يقولونها فضائي لو لا. هاي مومياء صدقيه. باوع 3000 مومياء. اي اي والله العظيم. ايش بيه؟ شنو السالفه؟
اشياء غريبة عجيبة هنا. خصوصا يعني العجيب والغريب، شايفين عجيب وغريب؟ هو عجيب وغريب. قدم بس ما يعرفون ما شيء. بس قال حجم هذا. قال حجم. قالوا يوتيوب. دجاجة مراسين، سامي حي مراسين، دجاجة مراسين، شغلات حيل غريبة، حقيقي أكو أماكن حيل غريبة، وهاي شغلات غريبة عجيبة. ها مولا شو اسمه هذا الحيوان؟ البحر اللي يقولون مال أول حورية لقوها والعالم يدرون صدق لو شذم الحوريات. هذا شو يسمونه؟ كينغ كونغ. هاي هنا فيها صورة، هاي شغلات مال أفلام قديمة، اللي يعرف بالأفلام القديمة ومتابعها. أنا ما شايف أفلام رعب قديمة هاي مال دراكولا وزومبيز وهاي الأمور. شنو رأيك بالمكان؟ برو مكان صدق غريب لدرجة يعني مصدومين. هذا مكان تدرون شو يسوي له؟ هذا علق بيه صورة البقرة 3 أشهر. تخيل أنت هنا وحدك بالليل ومطفية الكهرباء. أوه ماي جاد. طب يعني أنا عندي جرأة طب، بس وحدي ومطفية كهرباء؟ يعني ممكن اطلع ثاني ومو صاحي يعني. والله صاحي من الهواس. او ماي جاد، كل مكان ده حسين واحد. دغري خلي شو دقيقه، خلي يضرب علينا. علاوي بوس علي هيك ولين طخيته يصير بيك لعنه. لعنه تبقى تطل باكر تصير بقره. بس سؤال، شدت دقيقه تلعني. شنو رايك علاوي؟ كلش تونست، لان شغلات غريبه يعني، هي غريبه وحياتنا طبيعيه وما شايف بيها، فشي ميكس بين ما اعرف. حلو راح اشوفوه بالفيديو. روح هذول رابريه. تخيل طق المايك وتصعد احمد على المسرح. تشلنج عدنان. اها ليتس جو مان. Where are you guys at? Y'all already done? He has more than 5 mil. Yeah. He's popping, bro. What the fuck, yo? Yo, what the fuck, nigga? What the fuck? I'm telling you, man. Yeah. Okay, man, nigga. Yeah. Oh, bro. Yeah, yeah, yeah. That's how you get success. That's hard. Yeah. 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 All right, bro. We're going to see y'all there, though, right? Yeah. All right, cool. We'll see you guys later. تابعوا احمد على الانستغرام، فمن شافوا الانستغرام مالته يعني عابروا مليون وانصدموا رياكشناته كانت حلوه. هاي احلى شيء بيهم، ما عندهم هاي الايجو اللي من يشوفون واحد عنده فولورز او ناجح يسكتون، لا بالعكس يحفزون يفرحون. فاتمنى هاي تنقل لنا السالفه. مدينة جميلة ولو تعبنا من المشي، وهاي طبعا مو ويكند يعني مو عطلة، هذا يوم عادي وتشوفون العالم والأمة محترقة. صباح الخير، طبعا يمكن نمنا 6 ساعات 5 ساعات، بس احلى نوم بحياتنا من قبل ما تعبانين من قبل ما مشينا. وهسه رايحين نلحق على الريوق، بعد 10 دقائق يخلصون اكل، لازم ناكل لنا شيء قبل ما يعزلون. لازم بعد ندور مطعم ما اعرف شنو. واول مره نقعد ثلاثتنا سوية قاعده مال اهل الجيش. شيء شي. صدق بالتاريخ. شدوا ماكل برا. إنها لذيذة. هذا الريوق الزين. باع المسبح. أو ماي جاد، برائي حندائي. باع المسبح والقعدة الفوق. بهاي القعدة حلوة كلش. وصلنا يم الغاز ستيشن المشهورة باكيز الموجودة بتكساس. او باكيز انت تقولهم الصار. ها الصار شوفهم. طبعا دنشدر رايحين المكان مال ناسا سبيس ستيشن بهيوستن الميوزيوم، فاحمد دزلهم من الاكونت مالته مال الانستغرام بانه ساعبيش مفتحين ونريد نجي، فايش قالوا له؟ شوفهم قالوا تعال حبوا التكتات علينا. علينا التكتات ببلاش. شكر خاص بولاية ناسا، اذا تشوفون هذا الفيديو فاشكر طيار بيكم، رائد فضاء رائد فضاء بيكم. هاي حياخذون هسه القمر، راح ياخذون القمر احتمال لو
للش يسمونه مريخ. هاي الباكيز اللي هي اكبر غاز ستيشن عملاقه باش كبرها هاي غاز ستيشن، يعني مكان تخلي وقود وتشتري لك كيش على اساس سناكس نمنمات وتطلع، بس هاي عملاقه. وصلنا اكو كونسرت حفله مال نايت لوفل، اغاني اموت عليها، نوع الاغنيه اسمعها كنت بجم اول ما بديت تمرين، تختلف على باقي الاغاني، لا هي روك لا هي راب لا هي ما اعرف اسمها هيب هوب بانك ما اعرف اسمها. وصلنا لمكان الحفله، واذا اقدر يمكن ما يصير جو برو فراح اصور لكم بالموبايل الاجواء مال الحفله. وهذا علاوي واحمد جاهزين للحفله ريبريزنت، ليتس جو. من بيني وصلنا الفندق مال هيوستن نسوي تشيكن بالعشرة ونص بالليل، مفروض احنا هنا من الثنتين الظهر بس لا نايمين، قضيناها كلها ركض وسياقة وهسه وصلنا لهذا الفندق. جو طبعا احلى جو بحياتي، احلى جو شيء عشرين نص العشرينات. خلينا نشوف الفندق هذا حلو لو لا، لان ذاك مال أستن كان حلو. What's going on? What's going on? What's going on? عشنا شرباية واحدة دول صدق يحشون؟ لا يعني شفت بلطان الغرفة الغلط، غرفة بيها شرباية واحدة وأنا كاتب لهم ثلاث نفرات. أنا أقول لك يمكن ما أخذوا علي بعين الاعتبار. ها صدق شافوا علاوي قالوا هذا ينام أي مكان. قالوا ينام أي مكان فعبوا ينام بالقاع. أنا بالغرفة ما قبلوا يعطونا واحدة أم شربايتين، طلعت أكو شرباية ثالثة، هاي القنفة تنسحب وصير شرباية علاوي يستشهد. بخلنا نشوف الفيو ما شفنا. اوه ماي جاد برج ايفل. سبحنا وخلصنا وصراحة ناكل لان ميتين جوع. بس انا شلون سبح احمد بس سبح خطيه. لا سبح مبين ان شاء الله مبين. احمد نايم. لا متت موجود. علاوي طبعا الاوتفيت مالتك بسم الله ما شاء الله. هذا الاوتفيت كله ما عليه درجه. طبعا الاجواء تموت بهيوستن، يعني عندي مكان مفضل تكساس. أوستن حلوه بس هيوستن حلا حبها، جوها يموت حاليا بعد ما صار الصيف. يقول لك بالصيف هنا الحر مصيبه. طبعا صار الساعه 3 بالليل وميتين نعس رايحين ننام وباع الاجواء عبالك الدنيا نهار باع السماء، يعني الدنيا مبينه مو ظلمه. بس الامانه اليوم كان الطلعه كلش حلوه خاصه مش كنا مال الناس وكانت ناسه، يعني فشان بالنسبه لي لحظات تاريخيه ما راح انساها ابد والله عظيم. كلش كلش يوم يموت بعد جو هنا أنا. يعني اتمنى نرجع ليوتا وهيك الجو. لا حب ترجع بارده. ارجع بارده صدق. يلا على طين بوسه. وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم بعد مرور 7 ايام. مسلسل صدق مسلسل هذا المطار. يلا نشوف من فيديو جديد، مع السلامه. مفاجئ. شنو؟ طيارة كل مقاعد حجز ساعة بدون خضاحتنا. حجزتنا لنا؟ نو علي. آه يا روح. سمعت علاوي؟ شفت علاوي شوية صايم اليوم. ايه؟ نسيته تعبانة. أحلى هدية هاي طبعا بمناسبة رمضان. طبعا أحمد قرر يحجز الطيارة كلها انه يعجبني أقعد قاعدة بالقاع عادي عربية. انت شفتك يسألكم حتى الحزام ها وما انت قاعد يجيب خصك لانه قاعد عربيه. اوه احمد يفهمني. شو يجيبوا لك عبا فيسيو هاي؟ شو يجيبون؟ يجيبوا لك قهوه. ابو دجداش يجيب القهوه. من العميد. هي هاي.